اشترينا بنعرف السياسه حقتكم انتم بتمارسوها. انت ما نفس الزول الحركات دي في سنه بجوبه تمكريتها ليلا ونهارا بيسبوا في دارفور, ليلا ونهارا بيسبوا في المجموعات الغير عربيه بتاع دارفور. قلت دايرين تفصلوا دارفور, دايرين تفصلوا جبال النوبه. الليل بتطبل الحركات مالك لانك ما راجل, تعودتوا على التضليل للرجال حتى يحاربوا بالانابه عنكم, لكن احنا عمرنا والله ما طبلنا الرجال, لانه الفتى من يقول انا ولست ابي لا تمتلك الرجال, المال سرقت الان تفلست, قال مبادره قال, وكلكم لصوص تاكلوها في جيوبكم لانكم بخلاء. وقبل الحرب وريناكم المال سرقتوه تجوبوا بالاف الدبابات والكروزلات, لكنكم والله لن تجدوا رجالا على ظهورها. كلام ده قلنا في الكلوب هاوس. هسي عندكم فرصه, برهان طلب استنفار, اكل رجال امشوا. شاب كنا اسره دقله دقله, اسره دقله دي الجيش الهوان ده لما دارهم هم جو فدوا بحياتهم. الان امشوا اصنعوا تاريخ نفسي اسره دقله دي, ابقوا رجال امشوا استنفروا, انتصروا علينا نحن كجنجويد, قولوا نحن اسره فلان انتصرنا على الجنجويد. تقدر او داخل الميدان تقدر شنو يا اخي, تقدر شنو انت لو ما غشدوا عنا باسم الدين وباسم العروبه المزيفه ما كان الكراهيه دي, وبتستثمروا في الكراهيه اللي قاعدين تصنعوها. ما يتوا العرب دي اللي قتلتوا الزرقاء وقبلها, تعالوا يا عرب الزرقاء دول ضدكم, دارين يبودوكم في دارفور وكردوا, مش انتوا نفسي انتوا ذاتكم, جزء منكم شماليين وجزء منكم ما سودانيين ذات الرديس على راسهم. انت اعلم تماما علاقتك شنو بيه الرديس, ما سوداني واقسم بالله ما سوداني. أزال أقول علاقتك شنو مع ده, بقول شنو التركي ده قاضي صلاح الدين, علاقتكم شنو انتوا بالسودان؟ وحيد اقسم بالله العظيم ما سوداني, الرديس سوداني والله ما سوداني, والله بحلف والله ما سوداني. سوداني شو يا اخي, خلي بقى شوي خليه يحلف بس, خليه الرديس ما سوداني والله, ولا عندكم كلكم اكتركم جايين حلب بتاع عده بتاع مصر دي, على قدم شنو تلصق وسائل واحدين جايين مع الريال المصري. بس الابض الخضام قد ايش عاد عيسى عيسى يتجاوز امشي قدام اوكي تجاوزنا. فلذلك انتم الرجال اللي بتحسوا ما يحب ابدا, اللي بقدمكم صلحنا لكم وعملنا لكم وصلحنا لكم وعملنا لكم ذاك الميدان واضح. الان خرطوم الجزيره ولا دارفور كلها, انت لو شايفنا احنا هنا تعال عيد حمياتك العسكريه اقعد فيها, جيب المواطنين اللي بتاجرهم ديل ما لك يعني, تعال افتح الاسواق, تعال دير البلد, ما احنا ما في, انت بقى قاعد بعيد مالك, تعجب الحكومه اللي عرضت مشهد نازحه برسودان دي, تعجب القصر الجمهوري, برهان زياراته دي مش هو القائد العام للميليشيا بتاع الجيش المستعمر دي, الرمزيه حقتها وين؟ القياده العامه, خليه يزورهم في القياده العامه, جيب ياسر عطي يزورهم في القياده العامه, تزورهم وين؟ دار تزورهم وين يعني؟ جيب الرمزيه حقتك, عيد الجيش حقك ده تعال احتفل به في القياده العامه, ما سنويا فلقطوا راسنا عيد الجيش في القياده العامه, أبراج وهناك تعال مالك قاعد وين انت؟ طيب 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 مداخلة بسيطة عشان نمشي كده. النازل قالوا الآن في عملية عسكرية ساحقة جدا, فضلتوا انتوا جيوب, وقالوا إذا ما سلمتوا ما حيفضل فيكم جنجويتي نهائي يعني. أنا في رأيي الشخصي طالما عندهم القوة المميتة والسلاح الجديد العدة الجديدة جاء, أنا في رأيي الشخصي أخير أسلمه يعني, ده رأيي أنا أسلم. اسمع عن بنات السودان كلهم, واسمع عن بنات الساير عطية والمغيم حمات والدخان اللي بتلت لك عيال راشد والولات, نحن والله نموت رجال وعيين, ديل هم اللي بيسلموا لنا وديل هم اللي بيرقوا علينا, نحن ما بنرتع. دي خطها في جنبها, النازل أكبر عملية عسكرية لهم أسموها بالانفتاح في الكباري, قسما بالله أكثر من 6 شهور بيعدوا لها العدة والعتاد ودعم 3 دول وفشلوا تماما يا أحمد كسلة, كان عددهم يستلموا الخرطوم ومدرمان ومدني وفشلوا أقسم بالله. الآن كان عندكم رجال تعالوا جيبوهم, عندكم الجماعة ديرك الطيبين عيال فوزية جيبوهم معكم, والله لن تستطيعوا تنتصروا علينا كما فعل أباؤنا وأجدادنا وشدوا الخيل القدر بنا سعدان دبابات الرسول وخادوا معارك كرروا شيكان ضد الاستعمار اللي انتو كنتوا راكدين له خوفا منه, ونحن كان بنمتلك السلاح الابيض والخواجب بنمتلك السلاح الناري, فانتم الرجال اللي بتهزمونا, كرروا شيكان بتقنوا بها دين نحن, سموهم درمان المهندسين دين نحن, الملازمين دين نحن, المورد دين نحن, العارضه خيول اجدادنا كانت بتعرف هناك سموها العارضه, مبدا جدنا الرزيقي, حمدان ابو عنجه جدنا كردفاني حمري ودنوباوي جدنا من النوبه هناك, انت جدك الخليفة عبد الله تعالى جدنا جدك من انت لو انت اصيل في البلد دي, تاريخك وين لو عندك بطولات زي ده؟ الماضي خلي
المثل بيقول الجفلا خلوني احمد كسلا. الان يا الرديسي ويا ود الشريف اذا عندكم اهل ومجتمعات ابطال بكتبوا تاريخ تعالوا جيشوهم وانتهوا من الحجنجويد وسجلوا التاريخ عشان بعدين نسجل لكم كرري وشيكان تو جد الرديسي جد ود الشريف. نحن موافقين احنا موافقين والله يا مقرون بس مقرون والله تركب كتب رجالكم اشبه الرجال. سلام يا احمد كسلا شكرا. ايوه الختام لما يكون مضبوط لا لازم لازم تستحمل بعدين كلمه اشبه الرجال دي عشان الله نحن لما نبيل ده يا عيسى او يا ما نحن مرين. اتفضل يا ناصر اتفضل. والله يا جماعه اتلخبطت والله. طيب الفرصه فرصتي انا بكتفي بميزه انا طبعا عندي نقاط هنا مسجله مدارج يا رود عليهم. اول حاجه النقطه الاول غدا النوت غدا النوت قال يا اخي انت نزل لك نزل لا مش جماعة هو قال كلام ونزل لكن بيكون قاعد هنا ويسمع معنا برد له وبيمشي. أول حاجة غدا النوت قال يا أخي أنت ما دام استسلمت أو بتجي تطلب بتفاوض الناس أطراف النزاع تتفاوض وتقعد أنت خليك طرف ونحن بنقود المعركة. وجزاكر إنه يا أخي لين أقول سلام بالتحديد في الوقت. أول حاجة غدا النوت هو من ذاته الفات أمل سلام وخلى رفاقه في الأحراش وجا جلس في الدولة ده ورضى بالمحاصصة وبالمناسبة لأدوها منه. وان احنا كلنا كان جينا بحكم حركات كلنا كنا بنتبع لتنظيمات وحركات منه الفات خالف الرفاق وفات جلس في تفاوض على أساس يرضى بالمناسبة وما جاب سلام حقيقي ولا حتى حق الضحايا اللي قاعدين في المعسكرات خلّم منه هو أنا ما بسميه وتتعالوا سموه. احنا موقفنا ثابت ده انتهينا منه وما ده رديك اكتر من كده في الهيتر يا غدا النوت. انت براك بتمشي تفكفك وفي لايفك او بتجي ترد لي في اي مكان منو خلى الناس في الاحراج وفات امل السلام وقاعد مع ديل مع الناس اللي شفت جو حجروا ناسك. فانت ما قلت نازل قاعدين يبيدوك من 2003 بعدوك من 2003 عملت لهم شنو انت الناس اللي بعدهم جبت لهم حقوقهم رجعتهم لغرام وفرت لهم المطالب ما عملت حاجة. الكلام ده بيزنطي ساكت انا ما ندي اكتر من هكو. ود الشريف جاء انا بالرغم انه ما لقيت لي جمله مفيده عشان نرد لي ود الشريف لكن كده نمسك الجزئيه بتاع انه يا اخي روسيا وحق الفيتو. يا اخي ان احنا ل 200 نكون ناس شفت كحقلان يعني كفيران بتاع تجارب ناس يجربوا فينا قبل كم يوم احنا في الحرب ده ما نحن السودانيين اللي كنا نحن قاعد نجي نجرم روسيا انه يا اخي روسيا عندها قوات فاغنر قاعد تقاتل جنبنا على جنب ما دام سري الليله نجي نفرح على اساس انه يا اخي روسيا اتخص حق البيتو ونجي نتبع لروسيا يعني ده بس يعني يعني انتوا الشعب السوداني ده يعني بقى هين عندكم كده. فانا في الحته ده برضو ده انتهى ما ده ردي اكثر من حقه. عندك اخونا اقل من نص دقيقه والله يا اخي انا بستغرب جدا من ازدواجيه المعايير دي يعني كيف المجرم الليله بقى بطل روسيا ابن الكلب بتدعم وكده والليله روسيا التحيه لروسيا وكلنا روسيا يا جماعه والله بعدين رد لي في النقطه دي فضل كمل. طيب خلينا نمشي قدام شويه. اسمه شنو يوسف الرديسي بالرغم انه الرديسي ده اسم دخيله للسودان قال بلبس بالرغم انه برضه ما في جمله مفيده لكن كده خلونا نمسك في بلبس. يا يوسف الرديسي قال بلبس انا جيت قلت لك انت بتقول بل بناء على شنو؟ ولا وانت انا بقول لك انت ليك الحق تقول بل طالما انت قاعد في دول الخليج وما شاء الله لابس لك جلابيه بيضاء ورابط لك امه وشحمان وقاعد في عربيتك وبتمشي شغلك ليك الحق تقول بل بس لانه ما عندك ام. اصبر طالما عم تكلم ما تقدر تقضي عليه بعد خليه بليه الشحمان ده اكل بيها تقدر والله ما بتقدر اقسم بالله. لحظه تقدر ما تقدر دي خليها ما تحلف ساكت ما تحلف كويس بس التزم المويد قلت بلبس انت يا اخي احنا بنتمنى نشوفك في السودان وفي الصفوف الاماميه بما انك راجل ولو وديت الحيطه ده بنيه بك ما تجي انت تعال انزل وتعال اقعد قول بلبس وبل انت ذاتك ولا ما عندك المقدره ولا ما من الرجال اللي بيبلوا ده برضه ما دار ندي كثير انت بعدين اكسول وجول وجقلب الدار تديد ادي. نجي لاخوتنا جا قال لي الرئيس ده سيدك السياده لله ومتى استعبدتم الناس؟ انا ما داير اديها كثير لانه نحن بنحترم المراه ام واخت وحبيبه وزوجه نحن بنقدرها ما بنرد لها ان هي زلق يعني نحن بنعتبرها زلقة لسان بنترفها ما بنديها اكثر من حقها. جاء اخونا ود الشريف جاء قال لي ثاني
ليه ما اتكلمت في الهلالية ومسك لي في الهلالية؟ أول حاجة أنا وأحمد كسلة وأعوذ بالله من كلمتنا لما كنا بنصرخ ليل ونحر أنقذوا الجنينة انت كان مساهمتك شنو يا عبد الشريف في الحته ده؟ ولما كنا بنكورك انقذوا زالينجا، ولما كنا بنكورك انقذوا نيالا، ولما كنا بنقول بنطالب البرهان على اساس انه يا اخي يضرب نقاط التجمع بتاع الجنجويد حول الفاشر وينقذ الفاشر، ينقذ الفاشر من بطش الجنجويد. انت الخطابات دي كلها ما سمعتها؟ جاي ماسك ليه؟ طيب لما جينا اتضامنا ووقفنا مع قريه ود النوره لما انتحكوها برضه ما سمعتها؟ انت الا بس انا نجي نتكلم لك في الهلاليه؟ انا ما خلاص انا الان عشان انا اديك لها من الاخر. انا اسمي نصر الدين عبد القادر محمد عيسى بن حسين توزبا. انا ثوري وصرت في وش الجيش. والحركه اللي انا صرتها عمره ما اخذت اليد بيد هؤلاء ولسه ملتزم الحياد، بما انه احنا خلينا رفاقه في الحياد وجينا وقفنا مع الجيش ده خلف الجيش ده. وفي رفاق كثير زعلوا مننا. جينا قلنا اسعى ولعل انه الجيش ده ينقص وممكن الحال ينصلح. شفنا انه جيش احنا الان انا التزمت الحياد مع رفاقي. لا معلش يا نصر الدين ده بينبز الناس وبيصيح ما له عيسى والدبوق ده ما تجي فوق يا الحبيب. عيسى والدبوق تعال فوق لانه قال جغمت النازل وما تنزل. لحظه خلينا نكمل فرصتي عيسى بيجيك. فالان الناس اللي انت بتشوفهم ديل اذا انت دار تسال ودار تعمل لا شوفهم، شوف عيسى انا المشاكل اللي ذاته بيني وبينه، وشوف خلفاتنا قبل كده هنا في المنصه ده برضه اتعاركنا انا وهو، وممكن تشوف الجنيد وممكن تشوف الفادي المنصور وممكن تشوفه وممكن تشوف عشان ما تجي عندك حق. انت ممكن انت عندك الخيار تصف لانك انت ما ازيد مني في شيء ولا انا ازيد منك في شيء، ولا انت قومي مني ولا انا قومي منك، فكلنا سودانيين والقضيه قضيه سودانيين بحت. لكن الايه في إن إنه الواحد بيمشي بديس نفسه ذاته هو ما قادر يسهر في الملا على أساس يعرفه هو منه، بيشوف إنه يا أخي ده قد يكون بشكل له تحديد أو خطر أو لأسرته أو لفلان أو لفلان. أنا الآن أنت ما بتعرف أنا دقيقة أنت ما بتعرف أنا الليلة الآن إندي منه وفقدت منه في الحرب ده وإندي منه قاعد يقاتل بجانب الجيش وإندي منه، لكن برغم ذلك أنا الآن مهايد لا ما هنا ولا ما هنا، أنا ضدكم أنتوا الطرفين، أنا مالي ومالكم أنا وأسدكم أجاب الدعم السريد منه. وانا شوف ما تجي خطاب استيطافي وتمريري وشنو، عشان كده انا ما بحب خطابك يا ود الشريف ولا خطاب السيوري ده، لانه ما بتستنتج منه كله فيه جزء ضغطه مشاعر وتخضير وعاطفه و و و الى اخره، ده ما حل بتاع مشكله، ابحثوا عن حلول. الكلام الله يبدا اسا ولا لا، شوف الله يبدا بتكبشر واقسم بالله ود الشريف انا بس ما بعرفك عشان بعدين ممكن امسك لك مواقف ولا هنا لانك انت ما معروف لدى الكل، لكن في نهاية المطاف هي أصلا تفاوض ما في حرب. الرواندين الهوتسي والتوتسي الناس ديل مع إنه قبيلتين شفت الناس ديل طهنوا بعدهم، لكن في النهاية ما في دولة بينبني بالكراهية وبالحقد. الناس ديل جلسوا واتفاكروا واتشاوروا والليل الآن بيجوا أفضل دولة في أفريقيا. انت تجي تقول لي انه يا اخي انا قاعد ادعو للسلام، انا الان اسي بقول لا للحرب، لانه انا شايف انه في ام مسكينه وفي طفل مسكين مشرد وفي ناس مقطعين ناس مهانين ناس ما لاقين قوه يوم قاعدين تشحذوا لهم هنا في اللايفات مبادرات. انا عشان قاعد اقول انه يا اخي لا للحرب، وانا مهايد ولن ادعم الجيش ولن ادعم الدعم السري ولن ادعم الجيش. الجيش مليان شكرا طيب ريديسي وانا اتفضل يا ريديسي. ايوه طيب اخواننا نجدد التحايا لكل البلابسه ولكل المكونات التي تدعم القوات المسلحه قوات مشتركه مستنفرين كل الجماعه دي بنجدد لهم التحايا وبجدد التحايا مره ثانيه برضو لهن الصابدين تحت ممارسات الدعم السريع. طيب انا حمسك نقطه نقطه ومرور سريع جدا جدا فهمت كلامي. اول شيء خالفات ما قال لما قلنا بنجد البرهان اذا رجع على الموقف ده فخالفات ما اتهمنا بانه نحن ما في صياغه ادبيه بينه وبين القائد حقنا. نحن قلنا لك بنجد البرهان ده ايمانا بقدسيه انه الدعم السريع ده حينداس لا محال. اما بالنسبه لاحترام القائد وما القائد وانت ضربت مثل قلت انا حمتيد لما يطلع يقول تفاوض ببقى معاه تفاوض، اصلا انا بقول لك كلام واحد، حمتيد يقول زي ما يقول اسي حاليا القائد اللي انت بتتبنى الاحترام بينك وبينه ده كان حمتيد ما عارف من وين عبد الرحيم ده قالوا حايم في خلطشات ذاك من 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 مسكيته لمسكيته بعن قريبه تمام عثمان عمليات ما معروفين ما عندك غادغات كلهم جغمناهم لك. نحن النقطه دي بس بيولك كده فهمت كلامي. انا لما قلت لك انه برهان ده بجده قدسيه بانه نحن عندنا مبدا واحد الجنجويد لازم ينتهي البرهان رجع عنه بنجد البرهان ثاني بنقول لك. نجلي دي نقطه كده خلفات ما نجلي الطاهر خشب ولا اسمه طاهر ابو خشب تمام.
قال ان احنا بنطبل حسبته جندتيه. سؤال كيف؟ لا 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 نقطه كيف اللي يلا ما تحسب الفرصه حقتك انتهت يا خلفان. تمام 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 بدي اذكرك يا اخوي.